هنا يعتبر قلب يريفان النابض. هنا المطاعم والكافيهات سنتر المدينة. وهنا الرجل الغريب ده، الوحش ده. فده سقف البلد، والبوليفار او الباساج اللي موجود قدامنا ده، ده هو بقى ايه يعني، ده الستايل بقى، البصمه بتاعه الاتحاد السوفيتي لازم تلاقيها في كل مدينه، حته كده للمشافقات نخترقها كده ونخش على طول بعيد عن الشمس اللي مبوظه الصوره دي. فهو ده قلب يريفان الحقيقي. الناس البلوجرز اللي بيعملوا فيديوهات لازم بيعدي على الشارع ده. فانا عشان يعني ما بقاش فايتكم حاجه، نجيب لكم الباساج ده او هذا الممر. هنا بقى هتلاقي الاحتفالات، ناس بتعزف، ناس بتبين مهاراتها، ناس بتشحت. فندق كبير، متجر كبير، حاجات فاخره او متاجر فاخره بمعنى ادق، مي شوب مثلا. المكان ده يعتبر طبعا هو الديستنيشن السياحي رقم واحد او اثنين او ثلاثة بالكتير في يريوان. يعني الناس بتروح ميدان ريسبوبليكا اللي هو ورا كده هنا، من حوالي يبعد عن هنا حوالي 200 متر ماشي، ويجوا على هنا. وفي اسواق مثلا، في سوق زي جوم، في مثلا الكاسكادا او بتاع السلم الكبير ده، عملت في حلقه، في يعني هي خمس ست اماكن، ده يعتبر التوب بتاعهم او رقم اثنين. الناس لازم تيجي هنا تتمشى، بس بالليل يعني، بالليل بيبقى احلى والله. زمان وبعوده في برجر كينج، صدقوا السنين دي كلها كنت فاكر ان مفيش برجر كينج، صدقوا ان انا عديت من حته غلط. بس هو برجر كينج قافل. لا يبقى مفيش، يبقى انا صح. تحت الارض في مول اسمه تشير، اللي هي المنازل اللي انتوا شايفينها دي بتنزل لي، فكله يعني بيفوت على كله، بيفوت على نفس المكان. ممكن ننزل نوريكم لقطة كده. ولا بلاش، ايه رأيكم؟ ما نضيعش الوقت. يلا من باب العلم بالشيء ده، ترزي اللي على شمالنا ده. على فكرة في أرمينيا هنا ممكن حد ببساطة شديدة من الأمن يقول لك ممنوع التصوير هنا. أنا ما حصلتليش، بس البلد ريحتها كده، ريحتها إن ينفع إن يتقال لك معلش ممنوع التصوير. يجي منها يعني. مش زي روسيا كده مثلا بتصور في أي حتة أيام العز. لكن هنا لأ. أنا بصور كده وأنا عارف إن ممكن يكون في حد متضايق، حد شايف ان ايه ده، اول مره حد يصور هنا، ليه بتصوروا ايه؟ واحنا عندنا حاجه تتصور. بالمناسبه عايز اوريكم الدراهم الارمينيه. الكبير الفضي ده 10 درهم، اللي بيلمع الذهبي ده 50 درهم. الصغير بقى اللي هو من جوه بلاتين او معدن يعني، او فضي ومن الاطار بتاعه نحاسي او ذهبي، ده 500 درهم. اما ده بقى فده 200 درهم، ده 50 وده 50، ده 500 ده 200، والكبير ده 10، ده 200. فكانت هي دي الدراهم، بال 200 وبال 500. ال 200 درهم يعملوا 400 درهم، بيعملوا دولار. فال 200 يعملوا 50 سنت امريكي. دول بقى مش عارف اصرفهم، غالبا هخليهم معايا كده للزياره الجايه يعني. كل مره بقول كده واسيبهم في البيت
واجي المره اللي بعدها وهم في البيت ما بيجيبهمش معايا، بنسى او بنسى ان هو انا حاططهم فين، برميهم كده في اي حته وبتاع في البيت. دول يحلوا ازمه دول يعني، الحبه دول يعملوا مثلا هي 5 دولار 4 دولار مثلا، 500 500 دي دولار، قصدي 2 دولار ونص، ال1000 درهم يعملوا 2 دولار ونص. لما بقى معاك شويه زي دول يعملوا 5 6 دولار عشوك يا راجل. نيجي بقى للورق، للاسف انا ما بقاش معايا غير عمله ال1000 وال5000، ال10000 صرفتها، ما فيش غير ال10000 بس اعتقد اللي مش معايا. بس هم غالبا ما بيطبعوش الفلوس كتير يعني، دول مطبوعين بقالهم كتير، فالفلوس زي ما هتلاقيها قديمه وهي طالعه من الاي تي ام، تاخدها من اي حته لازم فلوس تبقى قديمه. فال 10000 درهم زي ما قلت لكم يعملوا 25 دولار. ملاحظه اخيره، في يوتيوبرز كتير بيعملوا حلقات من ارمينيا وبيجيب لك اسعار الاكل وكده، فهم بيدوروا على الحاجه البادجت اللي يسهل عليك. لكن لو جيت هنا السنتر هتلاقي المبلغ اللي انت هتدفعه 10000 درهم على الاقل عشان اكلك حاجه بسيطه، شوربه بتاع، شوربه وسلطه. في السنتر الدنيا غاليه عادي، حتى السوبر ماركت اللي انا دخلته واشتري منه حاجات انا عارف انه غالي، ف ما قلتلكوش ان هي دي الاسعار اللي من الاخر او دي الاسعار دي بتاعت ارميني، لا في اسعار ارخص من كده، في سوبر ماركت ارخص من كده، في مول او في قصدي سوق للخضار وبتاع ده، يعني اي واحده قاعده في الشارع الخضار هتبقى ارخص من السوبر ماركت بسعر كويس او فرق كويس. فارمينيا يا اخوه زيها زي اي بلد في العالم، فيها الغالي وفيها الرخيص، انت في السنتر هتبقى اغلى حاجه طبعا، عايز تقعد في مطعم فاخر وتدفع نفس اسعار المطعم اللي مش فاخر. فالبلوجرز او اليوتيوبرز بيبقى هدفهم الرئيسي ان هو يقول لك الرحله دي مينيمم بتكلف كام عشان يجرأك على السفر، عشان يسهل عليك الامور. فبيقول لك هنا مثلا هتروح بالاتوبيس، بينما انت ممكن تروح بالتاكسي اسهل لك، الاتوبيس ما بيشتغلش في نص الليل. في حاجات كده مش هيقولها لك لان هو بيحرص ان هو يجيب لك البادجت اللي يناسب الاغلب، الاسعار المناسبه للجميع وليس اللي هي فوق المتوسط او المتوسط. فخلوا بالكم من النقطه دي وما تتخدعوش، ان في ناس بتروح السنتر اول ما تنزل المدينه يقول لك ايه ده الاسعار غاليه، اليوتيوبر ضحك علينا. اخر حاجه بقى تغيير الفلوس، الناس تقول لك من السنتر او من المدينه احسن من المطار. بص هو ده كلام يمشي في كل دول العالم انا عارف، ولكن في ارمينيا هنا الفرق درهمين ثلاثه، الفرق صغير جدا وما يستاهلش. انت هنا اصلا في المدينه هتدور على صرافه مش هتلاقي، صعب، لازم تلاقي بنك، والبنك طبعا بيقفل بالليل لو انت وصلت بالليل، فاللي هو الحل الوحيد انك تغير من البنك في المطار. ففي المطار هتلاقي الفرق مثلا بدل ما بيغيروا الدولار ب 402 او 401 هتلاقيهم بيغيروه ب 398، هو فرق بسيط جدا. وهتغير يا عم ويبقى معاك فلوس وخلاص، وفاتح تقريبا 24 ساعه في المطار. لكن هنا هتدوخ، هتتعب، هتروح بقى مش عارف تدفع الفندق، الكارت مش مقبوله، هتلاقي صداع. فاحسن لك تغير في المطار في ارمينيا بس، مش بقول لك ده في كل حته، لان في روسيا لا، في تركيا لا، فرق في روسيا وتركيا في التغيير من المطار للمدينه لا فرق كبير، يفرق معاك في الفلوس. فهي دي الافكار اللي حبيت ان انا اشيرها مع حضراتكم النهارده، يا رب تكون المعلومات مفيده عن ارمينيا وعن الحياه في ارمينيا والاكل والشرب والفلوس في ارمينيا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في الله، والسلام عليكم.